بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بعد ما نزلت الفيديو بتاع من 4 أيام كده وقلت التعقيد العقاري يدخل الخدمة، وقلت ان في شوية معوقات بتقابل اللي عايز ياخد شقة من بره المطروح من في المبادرة، وفي معوقات بالنسبة لإثبات الدخل للي مش موظف، ولكن قلت برضو ان الموضوع حلو جدا وما يتسابش، يعني الفايدة 3% المتناقصة دي حاجة محترمة جدا ما تفوتهاش. يعني المهم عشان كده قلت طيب اعرض عليكم الشقق اللي هتنزل ان شاء الله بعد شهر شهر ونص كده، اللي هي عندنا سكن مصر ودار مصر وجنة، هتنزل في تقريبا يمكن اكتر من 17-18 محافظة، بس عشان انا مهتم شوية بالجيزة عشان انا من الجيزة، هينزل في حدائق اكتوبر وفي حدائق الاهرام. العمارات حلوة ومعمول لاندسكيب وحاجة شيك جدا، وهنتفرج على الشقة من جوه. كنت عايز اقول لكم بس على حاجة عن التجربة اللي مريت بيها الـ2-3 أسابيع اللي فاتوا، وكنت بتفرج على شقق على اساس انها تصلح للتمويل العقاري وكده. اتفاجئت ان الناس بترفع الاسعار بشكل غبي جدا، يعني حاجة مش منطقية ابدا. يعني شقة 70 متر ما تصفيش 60، بيتكلم في 470-480 ألف جنيه. شقة 98 متر بيتكلم في 750 ألف جنيه، غير قابل للنقاش. انا معرفش، يعني معرفش بجد. فانت لو انت هتروح تاخد شقة بالطريقة دي في عمارات قديمة بقى لها مثلا 15 سنة ولا حاجة، لا انا انصحك بجد خلاص استنى المبادرة اللي جاية وخد في سكن مصر. الاسعار مرتاحة جدا وحلوة وحاجة شيك وحاجة جديدة، وانت اول سكن. مدة القسط 30 سنة، مريحة القسط جدا، خلال القسط الشهري مرتاح وحلو مش لود عليك. فخلاص ما فيش مشكلة. بقى حتة فكرة انك انت تاخد شقة من برا دي انا شايفها بقت صعبة جدا، صعبة من كل اتجاه، صعبة من البنوك وصعبة من اصحاب الشقق، اصلا بيبلغوا جدا في الاسعار وما اعرفش ايه السبب، يعني اسباب مش منطقية. يعني بصراحة يعني التقييم العقاري عندنا في مصر فيه مشكلة، مع احترامي طبعا للسماسرة وعلى راسي من فوق، ولكن انت عادي سمسار ممكن يحدد سعر منطقة بالكامل، يعني مجرد ان هو عرف يبيع بيع بسعر معين خلاص المنطقة كلها اترفعت بسبب شقة اتباعت بالرقم ده، يعني فكله عايز يبيع بنفس الرقم. فاحنا ما عندناش تقييم عقاري، بتلاقي حاجات كده مبالغ فيها جدا وحاجات رخيصة جدا، وما تعرفش السبب دي مبالغ فيها ليه غالية وليه دي رخيصة. المهم يعني شقة دي بنتفرج على الشقة اهي من الداخل، تشطبها معقول جدا، مساحة 100 متر و115 و120، دي اللي هتنزل ان شاء الله بعد شهر شهر ونص. الحمام هو حاجة محترمة قوي، وكمان في شاور وحاجة جميلة. فأنا بنصح إن شاء الله اللي عايز ياخد حاجة من المبادرة خلاص، لازم مكنتش لسه قدمت، انتظر اللي هيجي بعد شهر شهر ونص، هينزلوا حاجات في مستوى المتوسط حلو جدا. وبالتوفيق يا رب للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.